بسم الله وحياكم الله معنا. ألف طن على شوارع وأرصفة الكويت من هذا؟ زرعت أحيانا للضرورة وأحيانا بقضاء. الجميع يشترك في هذا التشويه كميات هائلة على الأرصفة وفي كل مكان. كميات هائلة تستورد من الخارج، وعمالة وحدادة وأصباق أحفر وسميت وكونكريت، وللأسف عدم صيانة، وكذلك فيها خراب. حتى حماية أرصفة المستشفيات ومرافق الخدمات تحتاج إلى إعادة نظر، ولكن بعضها ضروري وبعضها ليس ضروري، وتوزيع في غير مكانه أو محله. ليش أمام البيوت؟ وليش تحت الساس وحول المساجد؟ هناك نظام مثل حجز طريق عن السيارات بين بيتين مثلا. هذه مهمة لجنة المرافق العامة. هناك رقابة وعجزاء. أين هؤلاء؟ ولماذا الاستمرار بالخطأ؟ ثم وهذا مهم جدا، لو الناس لا تعتدي على الأرصفة وتتقيد باللوائح والنظام وسلوكها مضبوط، لو الرقابة وهيبة القانون حقيقية وموجودة ولها كيان موجود، لما حصل ما حصل. للأسف هذا يحصل، وليت ما يحصل. هل كلامي هذا صحيح؟ هل هذه البشاعة على أرصفة الكويت من هذه الظلمة الصغيرة أو هذا الساسة؟ هذا أكثر تفضل الطيار. البلدية مهمة في حياتنا، البلدية في كل حياتنا اليومية، من ذوق، من عمل، من رؤية، من طموح، من أفكار نتمناها، من ترويح، من تشويق، من ابتسامة نخلقها، من جماليات، من خدمات، من ضرورة، كلها البلدية. كل القصد إن نكون عون في هذا البرنامج للبلدية وجهاز البلدية. تخيلوا معي مفاجأة لي ولكم لما تشوفون واحد ينظف عمارته. احنا نشوف معظم عمارات الكويت ضيقة، الجام وسخ، ما حد ينظف، يسوي العمارة حتى الصيانة الله لا يريد. هذا الريال وانا اسوي وقفت لأصور عمارة وسألت هذه العمارة للسيد أحمد الصالح في دوار نصر عطان مبارك ينظف الحجر مالها الرخام والزجاج. جزاه الله خير، وعسى إن شاء الله تجار الآخرين اللي يملكون هذه العقارات وهذه العمارات ينظفونها، لأن نظافتها هي نظافة لنا كلنا. لأن هذا البرنامج يعتمد على الناس، على البشر. اكتبوا لنا ملاحظاتكم، آراءكم، ما تشاهدونه، ما تشعرون فيه، ما تحسون فيه، اكتبوا، لأن هذا البرنامج هو يعبر عن كل فرد فيكم في هذا المجتمع، ولا يقتصر على مواطنين، مواطنين ووافدين، مقيمين، زائرين. نحس كلنا في هذا المجتمع أن علينا واجب ومسؤولية. شكرا. موضوع يتعلق بين الوافد والمواطن، موضوع يتعلق في بعض الأسئلة والاستفسارات والملاحظات عند الجميع حول هل هناك حواجز بين المقيم والمواطن؟ هل فعلا هناك مشكلة؟ هل هذه المشكلة حقيقية ولا طبيعية؟ ممكن تكون طبيعية. أبي أسمع آرائكم، أبي أسمع أفكاركم. لما نتحدث في هذه القضية، لأن إحنا نريد أن نعيش مع الأخوة الوافدين والأخوات، ناس كلنا مع بعض من أجل كويت جميلة وكويت متقدمة وإلى الأفضل. عندك سؤال؟ تفضل، أهلا وسهلا.
يعني هي عدد المشكلة في التمرين طبعاً نسبة الخدود هنا نقطة معنا لأن أنا بقدر أمنع يعني ده يخص المكان ده ممكن يكون خطأ عليه كده يقول لي إيش حاجة أنت تمنعني في كتبي ولا سفرك يكون حتى الدين الصغير حتى الدين الصغير اسمع حضرتك إيه؟ المسلم اسمع يا المسلم أنت تتضايع عشان سمعت واحد يقول لك نحن نخش أو إيه؟ هعمل وهي حسب طرق أجي أقول لك حاجة تكويت كلنا فخورين بحاجة مهمة جدا إن إحنا بلد مؤسسات وإن القانون والقضاء والعدل عندنا والحمد لله فخورين بيه فالعامل أو الراجل أو الست اللي بيقولوه حسب فرق زي أي واحد في مصر تلاقيه بالشارع بيقول لك أنا حبيت أقطع دماغك أنا أكسر كده أسمي دمك لا هو حيسيل دمك ولا هو عمل حاجة صح ولا لا وأنت حتبص له بقى وتقول له إيه؟ تقول له ده غير مؤدب تماما الناس اللي قالوا لك كده واللي بيقولوا دي إحنا بنسمع ونعرف إنما بالنسبة لنا إحنا ولا أنا غلطان كلام سليم أي إنسان يقول أنا سافرت ولا أملك قانونيا ولا أي سبب استجد من يقول لك معلش ابدأ أنت في بلد أمين شكرا لك تضحك حضرتك تفضل البركة دي عايز أسمع أنت اللي تفضل تشدد معايا تطلع على وجه المواطن الكويتي يعني خارج الديره زي ما بتقولوا كنا بنسافر بره مع بعضنا في لندن ولا في امريكا ولا حتى في مصر تلاقي الطالب ما تعرفوش ان الكويتي بتقول ده مواطن عربي بس جنسيته فين ما تعرفوش يعني النكته النكته وتبادل الافكار بنبقى كويسين قوي مع بعض بسبب ايه كويت بتتسرب تيجي كويت بدون معادله ثانيه لان هنا في جفاف في المعادله بين المواطن وبين الدولة انت بتحس كده بحس دي جفاف اعتماد المصلحه في الوجود مش عشان طبيعي طبيعه العمل انت رايح هناك هادئ يعني تخرج من انك تنبسط انما هنا في توتر في عمل في اسره في مسؤوليه في معاناه برضه يعني دي يعني موجوده في كل المجتمعات الخارجيه بس هذا التوتر انما انت اتحد ان الكويتي بره بيبتسم كثير وهنا ما يبتسمش صحيح؟ أو الناس ما يقول لك بيقول لك يقول لك بتبتسم هو في شغل صحيح أنا حتى بشوف الكويتيين الناس بيسلموني على بواب الأمارة ابني كان يسلموا على كثير منهم في قضية نفسية وقضايا أخرى متراكمة إنما عندك حق إنه المفروض أن يكون الإنسان سواء وافد أو كويتي وكذا عنده القدرة على أنه يكون سعيد عنده القدرة على أنه يخلق الجو المحيط فيه واللي حواليه وكذا بأن كل الناس حلوين وأنه الدنيا خير وتفاؤل وبالتالي يبتسم. نوعيتك قبل زمان من خلال البرنامج حضرتك تقول لا يبتسمون أنت قلت شنو؟ تفضل قلت أكثر مرة في مسافة الخارج يعني تكون الله يجعلك تفضلت في مسافة الأمور تختلف أنا كنت مسافر رايح في بصر يعني تعاملك مع الناس تختلف تكون شعور أنت تكون في جيبتك لا في جيبتك ما تبتسم أنا أتوقع أن يعني يمكن الكويتيين اللي يروحون برا يتجردون من وظائفهم يتجردون من مسؤولياتهم فتلاقي قليل حتى يبتسم لا يعني يمكن الوظيفه يتغير في حتى في يمكن منشا برا بالسكه وجايتنا ربعه في سوالفه بس هو الناس العاديين انا بفهم اذا كان الاجر عنده منصب كبير وبحاول احافظ على الايمج مالته وشخصيته هو ممكن يتصرف هذا يقول والله بقى مكتوب علي واحنا بنتكلم على فكره بالكويت اللي يحل من ميمون من هذا صح ولا لا؟ صحيح كذا واحد الشخصية المرموقة المعروفة على الناس بتشوفها في التلفزيون في الجرايد ممكن ناس تقول لي عذر ويمشي في الشارع يبقى محتفظ بوضعه كويس انما الجمهور العادي اللي هو كل مرة بيتعامل مع بعضه معظم الناس هنا يمكن تلاقي فيكت فيكت بين اللي شاغل في الكويت مثلا الموافدين والكويتيين يعني الناس كلها مختلطة بنسبة كبيرة مع بعضهم ما تلاقيش الصور متبادلة بين الاثنين مع بعض الكلام
ما يحاولون يكون في هذه المسألة يعتقد أننا حقا، ولكن أكيد أكو أشياء أعمق في قضية الوافد، العلاقة بين الوافدين وغير الوافدين. حتى بس أحرك الموضوع أكثر، طبعا هناك في قضايا كثيرة عشان نتحدث فيها تجعل الأمر مو بهذه الصورة القاتمة إن العلاقة بين الاثنين. عندنا بالكويت على سبيل المثال الجاليات كبيرة جدا بحجم ضخم. الجالية المصرية أنا ما عندي أرقام، ولكن كم مثلا 300,000 حيستقلون، يعني جالية 300,000 والكويتيين كلهم ما توصلون إلى 700,000. في الحالة هذه الجالية حتعقد وكأن اليمين يقول لي شمالك وقهوة موجودة والمطعم الموجود والأكل والتقاليد والعادات، فتحقق نوع من اكتفاء خاص بالاستقناع عن الآخرين. هذا أحد المطالب. فإذا حجم وضخامة هؤلاء مثل كان مثلا على سبيل المثل الأخوة الفلسطينيين ما قبل العدوان العراقي كانوا 440,000 تقريبا، كان بشكل كوميونتي ضخم لهم كل وسائل. المصريين نفس الشيء، السوريين اللبنانيين نفس الشيء. هذه احد الاشياء، هي ظواهر، ولكن الناس في الحقيقه انا ابي ارى انا اللي اعرف الاخت لو سمحت بلغوني انها ارش فلسطينيه. كنت قبل وابناء وبعد التحرير لو تكرمت عني الموجودين في الاستديو وانطباعك الشخصي وبالذات عن تدرج العلاقه من بعد التحرير مباشره الى هذه اليوم بعلاقتك في الكويتيين. اسمح لي اكثر ابدا بالمرحله الاولى واللي هي طبعا قبل الغزو اللي كان تقريبا وضع في فوق الرأي بالنسبه لعلم الاحتلال الفلسطيني. طبعا كنا احنا وكانت الكويتيين اكثر من اهلنا، يعني كان في بينا عشق كبير جدا. طبعاً هذا بسبب انه احنا كمان ولدنا بالكويت وعشنا بالكويت، ما عشناش غير الكويت. بعدين طبعا مرينا المرحلة الثانية اللي كانت تقريبا المرحلة الحرجة الأولى اللي هي فترة الاحتلال، اللي كانت فترة حساسة جدا للجميع، على الأخص للفلسطينيين، يمكن بسبب الأوضاع اللي صارت ضدهم وزم أو غير زم. كانت وضع حساس جدا للفلسطينيين الحقيقة، بس رغم هيك كنا مع الكويتيين اللي كانوا معنا قبل الاحتلال. نعم. وتواصلنا معهم صدقهم وعشرتهم لبعد فترة الغزو ولبعد التحرير، ساعدناهم الغزو قدر ما استطعنا قدر استطاعتنا، وهم كمان ساعدونا بالتحرير وصلنا لفترة التحرير. فترة التحرير كان فيها يعني وضع حساس طبعا جدا جدا، وكان وضع من غير مفهوم، ما حدش فاهم ايش بالضبط. فكان بعض الكويتيين حقيقة ماخذين تاتش منا، فكانش بسهولة موقف على هذا الموقف؟ لا بالعكس، موقف طبيعي جدا جدا جدا. فيعني مو يعني أي دولة أو أي جنسية أخرى كان مر بها الظروف هذه كان وضعهم طبيعي جدا. جميل. والحمد لله 5 سنين مرت كانت كفيلة إنها تخفف الآلام اللي بنشوفها وتنسي الناس، خاصة إن الشعب الكويتي أنا بتكلم معهم كلهم طبعا، الشعب طيب جدا. اللي بيظهر وبيعطي قلبه طيب جدا وبينسى وما بيكتب. أهم شيء، هل حضرتك الآن تتعرضين إلى نفس المضايقات من 4 سنوات؟ لا، أنا بقدر أقول هلا وضعي صار زي ما كان قبل الاحتلال. طبيعي. طبيعي. أنا بشوف إذا كان في أحد من الأخوة الفلسطينيين الموجودين على الأخوات. تفضل. أنا حابة أحكي العلاقة بين المقيم الفلسطيني والمواطن الكويتي بعد التحرير، لأنه قبل الغزو كلها معروفة. بعد التحرير مرينا بمرحلتين في فلسطين في البلد. المرحلة الأولى اللي هي بعد التحرير مباشرة، والمرحلة الاستثنائية اللي الأحكام العرقية. طبعا الأحكام العرقية كان الفلسطيني طبعا مش عارف، هو سائر في البلد نحو المجهول. نتيجة لظروف معلومة. المجهول هذا احنا ما نعرف شو كان بعد التحرير.
استمرت لفترة كبيرة في ثلاث شهور وجدت في الفترة هذه كان في توتر عند الفلسطينيين وتوتر في العلاقة بين الفلسطينيين والكويتيين. مجرد ما نقاط التفتيش انشرت للشوارع هدأت نفوس الفلسطينيين في البلد. ومع هذا أنا كموقف شخصي حصل معي من وراء التوتر اللي كان موجود، لكن حصل معي موقفين بدل على أصالة الفرد الكويتي والمجتمع الكويتي. الموقف الأول كان على هذا التفتيش، مش حال الجواز السفري، فقال لي يا أستاذ لازم تحمل جواز سفري. كان إشحال جواز سفر مفروض تكاليف دولية، بس تفضل قبل بيتك البلد. فطبعا أنا بحيي هذا الفرد هالشيء على هذا الموقف الذي وموقف آخر كمان هو بنفس الفترة، يعني فترة الست شهور الأولانية. كان معي ابني عمره 4 سنوات، فعلى حال التفتيش طبعا في توتر. لما أنا بوقف على حال التفتيش مش متعودين احنا في الكويت، سواء من الكويتيين او المقيمين، انه على العسكر والزوجين وحياة مدنية يعرفون. فشافني متوتر فأخذ الهوية وبعدين طلع ابني قال له وين إثباتك؟ قال له صحيح ما عندي إثبات. فدام ابني وضحك. هذه أعطتنا فيها هو شافني متوتر فحب رؤيته وهو بيكون في واجبه، فهذا المسجل لا المرحلة اللي بعدها اللي هي تطورت العلاقة أو تطورت الحالة النفسية، أصبحنا حاليا من الفترة من تقريبا سنتين لسنة اليوم نمر في ارتياح كل يوم أكثر من اللي قبله. حاليا أنا لا أشعر بأي فرق في العلاقة بين الكويت وأي واحد آخر وبين الكويت والفلسطين. نفس العلاقة. الحمد لله. الحمد لله. في الحقيقة كالآتي، أنا بس الآن وأنت تتحدث عن هذا الموضوع نقطتين في بالي. النقطة الأولى إن إحنا الحقيقة يعني اكتشفنا إن إحنا طبيعتنا الداخلية إنسانيتنا موجودة بغض النظر عن أعمال تصرفنا أو ردة الفعل أو القدر المؤقت السريع، كل له تفسيرات. إن هؤلاء أبناء الصحراء ينفعلون بسرعة، ولكن اللي بالداخل إحنا ناس طيبين جدا، والحمد لله إن إحنا نستمر طيبين جدا، لأنه هذا هو الأساس. الأساس إن الإنسان هو الإنسان يحب ويتمنى للجميع الخير. الموضوع الآخر مهم جدا في نظري. كلكم تسمعون على كيف الكويت مستهدفة في كتابات كثيرة وأقاويل وإشاعات وأحاديث تدور في داخل البلاد عندنا، منها أن إحنا نؤذي بشكل غير عادي وغير طبيعي كما يكتب وقال الوافدين والموجودين. فالحمد لله أن اليوم معانا من الفلسطينيين اللي هم يأخذون دائما فرنسا اللي يقول لك الأمر طبيعي جدا، وإن إحنا يعيشون معنا كما كانوا بسعادة وبعمل وبيننا وبينهم مصالح وهكذا. حبيت أصدق هذه النقطة بشكل لوجودكم. أعتقد أكيد في عندكم الآن أو خلقنا الآن شيء من وجهة نظر قبل تقولون عن كل هذه العلامات. تفضل، نحن أدرس أعطيك الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يعني وايد كنت حاس أو شاعر بالكلام الأخ يتكلم عن أن الكويتيين يمكن ما يتسمون داخل البلد. أنا أعتقد أن أوضاعنا يعني أو الأوضاع اللي مرانا فيها الكويتيين حقيقة تخلينا نتكلم داخل البلد ما يتسموا عليه، وهذا دليل يعني موجود في يعني لا ما أدري. أنا أحس أنه المفروض حتى أن نحاول أن نأخيه، يعني احنا مو ما نبتسم بس مع الوافدين، احنا حتى ما نبتسم فيما بيناتنا الا للمقربين جدا. لو تروح اي وزارة تخلص معاملتك الكل زعلان منك، الكل ما رفض يمشي لك شغلتك، سواء كنت كويتي وغير كويتي وافد ولا غير وافد. الحقيقة عمليا احنا مو قاعدين يعني ما قاعدين نسوي شغلة. ذكرتني في لما واحد سأل
انت يتفضل معاي في البرنامج كان شفت الحياه كبير شويه وبالحلال الطيب. قلت له والله بنحكي عن موضوع العلاقه بين الكويتيين وغير الكويتيين. شو غير الكويتيين؟ انت تبحث عن الكويتيين والكويتيين على تقصد قبل ما تبحث عن الكويتيين. فكمل. يعني بدون العقاب في النهايه يظلون الواردين خصوصا الواردين العرب هم احد اهم دعاء تاسيس هذه الدوله. هم كانوا مدرسينا، هم كانوا اساتذتنا، هم اللي علمونا في وقت حتى ما كنا نقدر حتى نتعلمهم معاجاتهم ونتعلمهم شغلاتهم، وبالتالي هم فعلا اسسوا معانا هالبلد، وبالتالي هم مرحب فيهم واحنا ما نقدر يعني نميز ضدهم ان شاء الله. لا هذا بدون واجب تكون دائما العلاقات مميزه وحلوه ورائعه، لان كذلك مهما كان لازم دائما نحس ونعرف تماما ان احنا بشر والانسان انسان بعواطفه وبشعوره وباحاسيسه، ولذلك رائع جدا انه يكون دائما علاقتنا بالاخرين علاقه فيها شيء من الاحترام والذوق. هذه حقيقه تعلمها لابنك وتعلمها لاسرتك او اطفال صغار ليتربوا تربيه راقيه نكون احنا فخورين فيهم. عندك كان عندي تعقيب بس على الكلام اللي يتكلم وياه يقول لك انا راح استفرك يعني في بعض الجزئيات البسيطه ترجع على الاشخاص الصراحه ما ودي انها تعمل على الشعب الكويتي او ترجع على الشخص واسلوبه او تعامله مع الاخرين حتى تتعامل وياه تعتقد راح يكون نفس التعامل مع الكويتيين نفسهم فهي سلوكيات شخصيه فانا الرجاء انها ما تعامل على الشعب الكويتي بدون شك وهذا صحيح واعتقد مجمل ما قلته هو ان هذه القضايا خلاص بس لطيف ان لما الاب او الام يشوفون الولد صغير يتعلم من واحد كبير يقول بخطر ولا يعطيك عيب يوم منجوز او خطا كنا نتعلم هذه احنا نشوف حالات عديده ترى احنا عيال قريه كلنا عارف اخوي نعرف سوالفنا هذا انا اشوف مره ولدها يكسر بيل ولا يكرك زرع ولا يقطع ورد تبيني تتحرك تقول بس يا ولد تفضل اظن عندك شيء انت بتعرف عندنا لما نتكلم بين الكويتيين والواثقين لازم ناخذ باعتبار ان تركيب الغير الواثقين بالذات في الكويت قبل الغزو وعند التركيب قبل الغزو يمكن كان في نسبه اكثر من غير الكويتيين لهم بالدرجه المؤهلين اليوم ولكن نذكر هذه عندنا تركيب هذه السكان الكويت 1.8 مليون مكون من 1.2 مليون غير كويتيين و تقريبا من 60 الى 50 الى 700 الف كويتي. زين الان اذا نعم. حظ درسك جميل. النقطة اللي هي الحين يمكن 1.2 مليون شنو النسبة هي من الوافدين تكون مؤهلين علميا او جايين من مجتمعات متفقه او متحضره. لو نقارن اكثريه التركيب نقدر نقول 85% من غير الكويتيين الموجودين بالكويت هم تعتبر ك ناس جايين من مجتمعات فقيره يعني ظروف الحياه اللي عاشوها مختلفه. هل هم من قرى بالهند او من دول افريقيا او من هذا. تربوا على مجتمع ما في مثل ما تقول نحن في بعض الاحترامات عندهم تقاليد وعادات بس ولكن تقاليدهم وعاداتهم ليس مثل تقاليد وعادات كويتيه فهذه تصير مثل بنجر تصير شيء حاجز هذا لما نحن احنا بالذات اللي نشوف نقول هذا غلط يمكن نظريه الشخص الثاني غير الكويتي هذا صح وما نقدر نصير نفس ثقافه شعور اي مختلفه ما عندك ان الجامعه غير كويتيه انك صادق انك قادر على الحاجز هذا، ليش؟ لان الجامعه الاكثريتها مو متفقه، هذا للاسف نقوله بس هذا شيء واقعي. انت لما تطلع بالشارع تروح العمال تشوفهم هذا، ناس ما لكم الفرصه انه تعليم. هذا ما يمنع من الشخص بالذات. بس ولكن المجتمع لو هو فيه هذا فرض عليه الشيء هذا. بس نحن الحين لما يجي نقول الكويتي مو قاعد يختلط ويا غير الكويتي طبعا هذا قاعد يصير بس ولكن في اسباب هذه الحوادث اللي كلها الشهر. عندنا نحن يمكن 50% من عدد السكان الكويتيين عندهم مخدرات كيميائيه.
تقريبا قاعد نتكلم 6% من هذا السكان الكويتيين جامعيين زين احنا بالنسبه بمقارنه للدول الخليج كلها الشعب الكويتي مثقف هذا الشيء ما تقدر تاخذه منه الحين لما تصير واحد مثقف حتى بمكان او حواليه جماعه كلهم ما يكون الفرصه انه بالعلم ما راح يصير في بينه وبين الحكي هذا كلام سليم هل يا ترى جميل هل يا ترى قبيلة العلاقة هذه موجودة عند الشباب أكثر من الشابات خصوصا في المجال الدراسي مع كاريكوتين قوية سكوت أراضي أساسا إحنا في جامعة بنين ما عندنا طلبة كويتيين والطلبة الموجودين يقدمون الأصابع فإحنا ما حاسين بهالشيء يمكن إحنا نحس خارج أسوار الجامعة ممكن لكن داخل نطاق الجامعة ما في واللي موجودين على مستوى معين يعني مثلا أعضاء يعني أولاد أعضاء التدريس أو أعضاء يعني أولاد دبلوماسيين فهم يعني هم يكونون درجة معينة من العلم والثقافة فإحنا ما نحس كلام سليم وأريد أضيف شيء جديد أنت أضفت هذه نقطة من النقاط الحقيقية في عملية الابتكار إحنا كلنا كذلك الكويتيين نعيش ونسكن مناطق سكنية محصورة حوالينا كل الكويتيين وغير الكويتيين يعيشون في مناطق خاصة لهم هذه أحد الأسباب اللي هي اجتماعيا تعطي مؤشر كذلك وتأكيد على أن الاختلاط ليس بالأمر السهل في أمور أخرى أنا أتمنى أنتم تأتون بسم الله الرحمن الرحيم أنا أعتقد أن فعلا في حساسية بعلاقة الوافد والكويتي يعني في فعلا حساسية يعني أنا لاحظت أن الأخوة الوافدين يتكلموا كانوا جدا متعددين في أي قضية يعني ما على هذا الجانب السلبي اللي هو بالفعل كبير تعرفين شيء عنه؟ اذكري أنا صراحة أشوف يعني من خلال اللي استكفيهم أنه في نظرة أنه الفلسطيني غير، المصري غير، الكويتي غير، الكويتي كأنه منزه وكأنه يعني من جنس آخر. يعني الكويتيين مو كويتيين؟ أظن أن الكويتيين هو اللي يحسها بالإحساس. احنا يعني حس يصير احنا بالإحساس ويكون فرضين على غيرنا من الجنسيات الأخرى. أنا أعتقد لو سمحنا من الإخوان الوافد اللي راح يكون كلامهم أبلغ من كلامنا لأن هم اللي فعلا عايشين التجربة. أنت متى تدخلين هالحكي هذا؟ تطلبين من الوافدين يقولون لان انا اعترف لان انا لاحظت ان خلال الوافدين كانوا جدا يعني لطيفين في عائلتها بس علاقه حساسه فعلا فما كانهم ما يبون يعرفون الجانب السلبي احنا موجودين هنا مصارحة انا اعتقد العم السيد قال كلام احلى من كده ها بمنتهى المصطلح وانا معجب الدكتور الكلام برضه حقيقه احنا كويتيين نتحدث فيه وبنعمل تعليق عليه على عملية ابتسامتنا وليش ما احنا متفائلين في هذا البلد ونحب ونضحك ونكون العلاقة فيها تسمو شوية ترتفع وتزيد لا تنبنى على الشكوك وعلى الظن وعلى القيل وعلى الحسد وعلى القيل بس تراود وتكمل الكلام اللي احنا نقوله حرام احنا حرام نتصور هذا التصور احنا لازم نكون نحب لأنفسنا ونحب الآخرين أشكرك أيوة شنو صارت في إيدي ها تفضل أنا عندي تعقيب على أفضل أيوة بس الموضوع أنه الكويتيين دائما هم متعالي أو شايف نفسه أو حاسس أنه منزل أو منزل في الناس أنا عمري ما شفت زي الكويتي ده فقط انخفضت هذا فقط مادية المستوى لا مستوى وهذه الفترة جوا فيه كلها بس هو ما عرف انه الشعب الكويتي عرف قدرها استغلال زين هذا يمكن اطلع قدر زين درس سافر شاف العالم هذه اشياء وايد تساعد عظيم زين فهو تميز زين بفترة انقطاع طويلة الناس هم يحطوها المحيط انه هو دائما شايف روحه او انه يحس انه من الباب والبلد هذا كان بالغرض ما كان يقدر بغض فترة 17 في كويت يا سارة كوي مو يقول انا منزل يقول انا قاتل كان في احد يشكك انه هو موجود كامل وجود اصلا في دولة فعلاقة مع الوافدين شيء طبيعي ان الوافد لما يكون في دولة لا حدود تحركه له لهدف للعمل
أو للدراسة مثلاً إذا كان في أحد ليش ما نقله؟ ما هذا عمل؟ أي واحد لما يجي هذا عمل؟ شيء معروف إنه وغالب ما نقول على ما يمكن على خط قوية بطار عمل حدود المسموع حتى في الكوثير أنا لما أكون أستاذ أيام ثانوية أو أيام دراسة 30 طالب عمل مستحيل طالب ثانوي بيكون معروف إنه لما في يوم أرسل أحد منهم ما هذا فيه هل هو تكفيري؟ هل أنا شايف إن هذا ما يصلح معي جماعة؟ لا تفادي هذا من الصاحب علاقة إخوتي برا الإسلام أنا درس برا زي هذا اليوم كنت أتعلم بس يعني درست الدرج مصر معروف المصري من شعب اجتماعي يضحك يحب النكتة وصحيح كان كذي بس أنا مثلا دشيت مدرجات عمد على طول أربع سنوات المدرج فيها كان تسجيل الطالب أنا كنت أحب المدرج ما يفعل ما يقول إن أنا كواقف طالب أوه يشوف المعنى ما في مجال أنا تفكير شيء هو تفكير جزء أنا أنت هذا في هذا هذا اللي أنت تفهمين هذا اللي أنت تفهمين وقت كبير ما في أي شيء ما في تفهمين هم طبيعي يعني كل هذا ما كل هذا هل 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 تشعر إن هذا الأمر طبيعي والله في عرقة وهي نزل من عرقة اللي لو أنا كنت مثلا في الكويت هنا ودخلت بيت كويتين كتير ودخلت ديوانيات وناس كتير كويتين يجوا عندي البيت كان في علاقات موجوده وبالذات في الحد الغزو كان في علاقه وديه بين الناس كتير وبعضها وبرضه مش لاقي لي التفسير كان على الجزء قبل كتير انت عرفت الديوانيه وقالوا لك روح الديوانيه عشنا معاهم وخرجنا وجينا سوا وهنا بنعيش في اطار ثاني خالص غير السفلات اللي موجوده حاليا ما اعرفش ايه سبب التغيير وجاي اللي حصل ده يعني وانا 17 سنه لازم تكون نفسها سيئة على تقزو حقيقة لا احنا قاعدين نبالغ باللقو بالحكي بالحق بالكلام احنا قاعدين نبالغ كثير الآن لو نهدأ شوية لو وجدنا ان الأمور لا تستحق هذه الضجة في كل قضية خصوصا برد على النقطة اللي فعلتها أساس ان لا تكتبون برا الكويت تري يمكن هي مشكلة كبيرة ما عندنا في علاقة الكويت بالواقف عندنا بعض الحوادث تصير بالكويت تصير بدول ثانيه يعني مثلا على سبيل المثال ما عندنا مشكله مثل يواجهون الاتراك بالمانيا يعني يحرقون بيوتهم قاعد يدخلهم ما عندنا هالشيء بس قبل العزمه ما كانت الشغله هذه ما كانت واضحه لما الكويت من كان يعني هو يتكلم بقيت من كان يعرف الكويت قبل العزمه صارت الازمه لا والله يعني كان قبل 500 سنه دول الاتحاد كلهم جزه وصار عليها تركيز عالي هي حرة البلد، الناس ترجع سوي فلوس حرة البلد، عندنا فالحين نتوقع هالشيء اللي قبل ما قبل خمس سنين كل الوسائل الإعلامية هاي الموجودة بالعالم تبي تنطر طارة شنو شيء يصير بالكويت؟ شنو خايفة تصير بالكويت؟ صح من ناحية السلبية من ناحية السلبية ما يمنع احنا ما مو من الجهة الكويتيين في بعض الظواهر تصير صارت حرائق بعد الأزمة بأيام الانفلاسيون العربية هلا يا عم بعض الحوادث بس هذه حوادث طبيعية لا مو بس كذي أنا أحب أعلق على كلامك وأنا متأكد إنه كلكم تتفقون إن شاء الله معي إن لما نهتم كبار صغير وأعطاك الناس المبدعين في المجال الإعلامي الخارجي محدودين وتجربتنا محدودة وصغيرة في المؤسسات الدولية واحتكاكنا في هذه المؤسسات الدولية اللي تلعب دور إعلامي ضخم جدا محدود كذلك علاقات حتى بشرية يجب علينا أن لا نزعج أنفسنا كثير في قضية الخارج الخارج هو انعكاس إذا احنا في الداخل طورنا أمور جديدة وصرنا جيدين وما نحب نكسب علينا الخطأ في بلدنا من الداخل هذا هو الرد الواضح الصريح على كل شيء ما في داعي ان نؤسس هناك كله في الخارج واهتمام يكتبوا عنا مقالات هبلنا حيكتبون ومستمرين يكتبون لان في اعداء لنا كثيرين ويبون هذا وهي مستهدفين مو احنا بس مستهدفين
الخليج كله بحكم القدم بحكم كذا حسد غيره وغيره وغيره. الناس الجانب المهم وهو أننا بلدنا أولا لا مخطر في بلدنا ونحن خير. شكرا. كانت الإحصاء هذا الطبيعي بالنسبة للوافدين بالكويت يولد الوافد في الكويت بغرض العمل ما أعتقد أنه غرض الخراب بالمجتمع الكويتي والدوامة تدخل كل سبل الوافد تخلي أسرته تدخل معه توفر له التعليم مجاني تقريبا توفر له العلاج مجاني توفر له أي شيء ممكن يحصل عليه المواطن الكويتي فما نفهم أنا ليش يكون فيه فعارض أو ليش يكون فيه تغارض من هم الله. انت اثرت نقطة يمكن يكون حواليها حوار عديد كثير كثير هي قضية اهل يدخلون مع اهل يدخلون لكن الاصل لا يتفهم ماذا لم يفهم ان اكثر الاشياء هي الواحد يمكن اكثر شغلة من تجاربي الشخصية تفضل انت قول لنا كما تشعر لا انا ان شاء الله ما عندي تجارب شخصية بس ودي اللي يقول انه ما نعمل المظاهر هذه لان ان شاء الله مو موجودة مثل ما قال الاخر الواحد لما يجي عندنا يشتغل وبالأسف احنا قاعدين نستفيد منهم الثقافات ومعلوماتهم فان شاء الله ما بيننا بين حزبات ولا بيننا بين حزبين ولا بيننا بس ممكن انه يكون اكثر موجودين في منتجاتهم الشخصيه مو ملاحظه يعني هذا يعني تقصد انه كل واحد تجربته الخاصه طب قبل ما اسوي عيد انا اعتقد حضرتك من فين؟ لبنان ممتاز جدا حنسمع رفع لبناني كم سنة؟ 20 سنة أكيد عندك وجهة نظر أكيد تبي تجي أنا بعيد لا يعني أنا بأكد إن الشعب الكويتي لسه مع كل الأزمات اللي حصلت معه بغزو أزمة ديري بأكد إنه لسه شعب طيب ومسالم وبحب الناس وبحب العشرة ما في شيء بس بدأ تحسسه انك انت بتحبه مش غريب هذه وجهه نظر انه جيب عن الكويت مش بس انه تيجي تشتغل لا بدك تساهم بالمجتمع بدك تحسه انه مثلك مثله مو غريب اهله تفضل كمل تفضل اهله الله امر طبيعي جدا ان المركب يتخرج عن بلده ويترك بلده وحلاه ويقول له على سعر رزق الله مسلم بدون شك لكن اللي قاله لك نقطة مهمة جدا المشروع مخلق من هذا المجتمع ككل خصوصا ان احنا ككويتيين يعني الوافدين هم اكثر عدد من عندنا لنا وضعنا خاصة حتى نحن نتحدث عن العلاقة لنا وضعية خاصة ان احنا اقل من الموجودين الاخرين فقضية تحتاج الى عمل شغل كثير عشان يكون الانسجام تفضل حصلت في قضية مهمة اللي هي نوعية الوافدين بشؤون البيئة هذه شغلة مهمة المواطن الكويتي لما يشوف وافد مثل كلام الأخ كان حلو يقول أنا بفهم بالبلد ماني مثلا بستغل البلد بشيء معين بمشي فمين المواطن الكويتي لما يشوف الوافد يدش البلد يبي يستغل نقطة معينة مثل ما تقول ما يعرف يصمون يأكل خلاص جاب من تشيس المشى يحس ان هذا قاعد يستغله يعني يشوفها بكل ناحيه نواحي عديده بالكويت هنا الواحد يحس ان الوافد هذا احنا مو محتاجينه ما نبي لكن لما نشوف وافد والله يصدق يخدم البلد وما عامل ايد بيد بالعكس احنا نصير مثل اخونا يعني احنا عندنا وافدين وايد مثل الاخوان ما عندنا اخوان فهذه نقطه مهمه نوعيه الوافدين اللي يجون الكويت جميل واحنا نتمنى تكون دائما وهذه يعني امنيه لكل شعوب البشر العالميه والمليون من النخبه الممتازين اذا كان على مستوى العالم فهو يكون من يعني العامل المتخصص اللي يعرف يفني هذه مشكله عندنا في الكويت نعاني منها جدا لرداءة السكيل القدره الفنيه عند العامل وعدد كبير منهم ياتي بشغله ويشتغل شغله اخرى تفضل لو سمحت بس بدي اعقب على كلام الاخت انه قالت انه احنا عطينا صوره مشتركه على علاقه بين الوافد والمواطن كان سؤال موجه او الموضوع مطروح هو خصوصيه الوضع الفلسطيني وخصوصيه الفرد الفلسطيني في الكويت ما هو العلاقه بين الوافد
وبين المواطن. انا قلت باخر كلمتي انه ما بحس في فرق بين العلاقه بين الكويتي والواطن والعلاقه بين الكويتي والفلسطيني. يعني نفس الشيء بسلبياته وايجابياته. فقط حبيت اوضح. شكرا. تفضل. محمد انا برايي ان اسباب جمود العلاقه بين الواطن والمواطن ان العلاقه تقوم اساسا على أساس المصلحة من الوافد للمواطن من المصلحة يبني الشيء المعاملة رخصة قيادة اللي هو تلقى الكويتي كش من أو المواطن كش من الوافد اللي يحس أن الوافد انتهازي وصوله يبي منه يبي يأخذ منه الثروة بس يوخر. فهذه أحد أسباب جمود العلاقة بين المواطن والوافد. هذه نرجع إلى أنها لا تستطيع التعميم في قضية مثل هذه. لا يمكن إن شاء الله. أنا ختاما أود أقوله. النقطة الأولى بالنسبة حتى أيام قبل الغزو كان يمكن في علاوات يمكن غير الكويتي راتب أو الدولة الفلسطينية كانت أكثر من الوقت الحالي. نرى نحن المرحلة الاقتصادية تأثر في الكويت. شعب الكويت تأثر. أهالينا إخواننا نحن كلنا تأثرنا بالشيء هذا. الكويت ما قامت حتى أيام قبل أن تقدر تراضي كل خلق الله. أنا ما أقدر أعطي حق الفلان فلان فلان فلان. لازم بالوقت الحالي بالذات أنا بنظريتي لازم يكون في الأولوية حق المواطن الكويتي لأن هذه بيئته هذه الأرض هذه بالنهاية تروح شمال تروح يمين ما رايح بيئتك هذه. إذا بيئتك وقت الحاجة أنت لما تحتاج ما تعطيك متى تبي تعطي. إحنا ما نقدر ما قصرنا بأعتقد بنظريتي حق الجميع. من الثمانينات نحن الدولة الأولى اللي بالعالم بنترك التبرعات حق الدول. كلها. عطينا الحين الوقت اللي احنا مارين فيه ما عندنا نعطي لازم اول شيء يصير اولويه حق المواطن الكويتي. في ناس صار لهم 10 سنين ما عندهم جيوش مشاكل وايد عندنا بالمجتمع الكويتي قاعد يواجهها. النقطه الثانيه التفرقه بين الكويتي وغير الكويتي. هذا الشيء تفرقه شيء طبيعي للمجتمعات كلها. هذا مو صاير بس في الكويت صاير بامريكا. والنقطه الثانيه في مثال بكندا. كبت اللي كانت احدى الولايات كانت تطلب الحين حريتها واستقلالها. زين هذا الشعب ليش ما نطالعها هذه كصوره اكبر صارت مو بس هذه المتفقه بين الكويت وغير الكويت. هذا الشعب اللي يحمل نفس الجنسيه قاعد يطلب تفرقه بين انا كوني كوبك ليش عاداتهم يطلبون باللغه الفرنسيه. هذا شيء طبيعي. ما نقدر بعد ما صارت حرب دوله كانت هذه تفرقه بين ثلاث دول. ليش؟ لان كل واحد صار يبي شنو يسمونه كلينزنج. identity الناس اللي تمسك بشيء تراثها عاداتها شيء طبيعي ما نقدر. الحمد لله بالكويت ما عندنا المشاكل اللي قاعد تشوف الدول الثانيه قاعد تواجهها. بس هذا الشيء الحاجز راح يستمر طالما هذا طالما الانسان عايش الحاجز راح يستمر. طبعا الانسان بسم الله الرحمن الرحيم بعقب على اربع نقاط من بدايه الاخ ذكر نظرا لظروف معينه اختلفت الفوارق ما بين المواطن الكويتي والمقيم الفلسطيني بالذات. اعتقد انه ما تنقل نظرا لظروف معينه، نظرا لغزو آثم من دوله عراقيه ومسانده من دول الضد هذا يجب ان تذكر يعني. بعدين الاخ عبد الله ذكر ان اوضاعنا لا تجعلنا نبتسم. اعتقد اوضاعنا بالعكس يعني بعد نبتسم بعد نضحك بعد نفوز يعني جميع الامور قاعد نسويها يعني ما فينا اي شيء واوضاعنا بخير الحمد لله. النقطه الثالثه ذكرتها وان المغالاه والمعادله من اعتقد مو مغامرات الدول المعادية. انا اعتقد ان هناك دول عربية شقيقة ساندت الكويت في حرب تحريرها وقاعد يكتبون كتابها ضدنا وقاعد يهاجمون الشعب الكويتي قاعد يهاجمون شخصية الكويت نفسه. فلما يهاجم هذا الشخص في مغامراته في الخارج هناك يهاجم مواطن الكويت. فلما يعني لما تختلف الفوارق هاي ما بين المواطن الكويتي وبين الشخص هذا اللي كاتبين عنه لا تلوموننا يعني احنا مو قاعدين نقدر نرد عليهم بنظرا لسياسه الدوله الاعلاميه يعني مو قاعد نرد عليهم لكن يمكن تغير نظرتنا لهم يعني خاصه لما يهاجمونا. ان شاء الله. تفضل. انا بس بدي اطرح موضوع بسيط بسرعه مع انه كان المفروض انه يناقش اكثر من كذي وهو الواقف الغير عربي الواقف الخدم اللي عندنا بالبيت واقف على راسي 24 ساعه تحت الطرق عشان ياخذ 30 او 40 دينار واحنا نقعد في ادنى وزاره لمده 3 ساعات او 4 ساعات في اليوم و 450 دينار مراضين عليها شيء مو طبيعي كلش يعني. انا اعتقد ببساطه هذا كان المفروض انه
يعني على الأقل ناتج جزء من البرنامج. الوقت خلاص. أفضل أن يفضل الموضوع هري ويفضل في أسئلة كثيرة وأمثلة وآراء وقضايا من تجربة شخصية أو إحساس أو شعور أو وهكذا. بالنهاية شكرا لكم وإلى اللقاء الأسبوع القادم.